السلام عليكم أصدقائي، طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله دائما ما تضلوا بخير. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم إن شاء الله بالفيديو رح نحكي ورح نشتغل على لون بيشتغلوه بشمال سوريا وبالجزيرة وشوي بتركيا، وهو لون العميانة. هو العميانة طريقة تقسيم بنشغل مع المواويل. إن شاء الله اليوم رح نشتغلها مع عدة مقامات وندلكن عليها كيف تنشغل، ويلا نبدأ. أهلا وسهلا فيكم عن جديد أصدقائي. إذا اليوم بدنا نحكي عن موضوع موال العميانة أو لون العميانة. هو لون بيشتغلوه أكتر شيء بشمال سوريا، بحلب، بالرقة، بالحسكة، وإخوتنا الكراد شوي بتركيا كمان بيشتغلوه. على الأغلب بينشغل هو على 3 مقامات، على الحجاز والبيات والصبا شوي، مقام الصبا شوي، ولكن الأشهر على الحجاز وعلى البيات. أوكي شباب، هلا رح أبدأ معكم على اشتغل لكم إياه على مقام الحجاز. طبعا الحجاز رح يكون تركي بحت مثل ما كن شايفين. الحجاز التركي اللي بيحب يطلع على تشريح الحجاز التركي رح بيطلع البطاقة هلا هون بالفيديو، بيحب يطلع على الحجاز التركي. رح منشرق شوي، أنا رح أبعد عن الحجاز التركي بأرقام عادية يعني صغيرة ما كتير كبيرة. رح اشتغل على علامة اللا، رح نشرق السي ناقص 70 والري بيمول ناقص 30. اوكي، يعني شوي انا مبعد عن الحجاز التركي مو كتير. والفا ديز مثل ما بتحبوا، بتحبوا ناقص 40 او 50 او 35 كمان ما في مشكلة. اذا رح نبدأ بلون العميانة من على علامة اللا. اوكي شباب، حجاز اللا ناخد زني. بالنسبة للتقسيم شباب، تقريبا الروح تركي بحت بدها تكون بالتقسيم. اوكي، العلامات او بدون فاديز. اوكي، التسليم تقريبا على الاغلب بيكون على العلامه الثانيه شباب، مو على علامه الارتكاز. طبعا نغيركم الصوت، نجرب نشتغل على الكمانجا. Thank you.
تقريبا شباب هذا هو، ان شاء الله يكون جبناه صح. نحن ننتقل الى على مقام البياض. مقام البياض كمان لح تقريبا على اللون التركي. اللي بيحب كمان هلا بيطلع بالبطاقة هون، بيطلع فيديو عن بيحكي عن تشريق التركي. 35 ناقص هاي، اوكي، ولكن انا بحب خليها 40، بحسها هيك ناقصة شوي على 35. اوكي شباب، والفاديز نفس الشيء كمان 40 او 35 ما بيأثر. نبدأ نشتغل على بزق. هون اذا لاحظتوا التسليم بيكون على الاغلب على العلم الثاني، كمان اذا كنا لا علمي. اوكي شباب، نجرب كمان على البيات، على نغير الصوت، بنحط كمانجة. تقريبا هذا هو الشباب. نجرب نشتغل نعمله على الصبا شوي، قولوا انه ما كتير لقيته قريب للعميان على الصبا، ولكن صبا خلوا التشريق عادي، ما في داعي للتركي، خلوا 50 بـ50. جرب على البزوق. Hey.
اذا ملاحظين ما كتير يعني عم يعطي اللون حقه مقام الصبا، ولكن اغلب الشيء مثل ما قلت لكم حجاز وبيات بيعطوا حقه المقام. اوكي نرجع نعمل البركي، بنعمل شيء على الحجاز. نرجع مثل ما قلت لكم هون 70 ناقص، وهون بنخليها 30. معليش بالنسبة للتقسيم شباب، بس رح اذكركم بشيء مهم. دائما الموضوع مو بالسرعة، بسرعة العزف، يعني اللي بدنا نشتغل على السرعة ما في داعي. يعني واحد دائما خلوا عنكم موضوع الإحساس بالتقسيم. يعني عجبك تقسيمي اسمعها مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحتى تنسخ عندك بالذاكرة وتطلع معك صح، وبشكل بارد تبلش على الأقل من مهلك لحتى يطلع الإحساس صح. يعني لأنه التقسيم إحساس، ما نو سرعة وما نو تكنيك قوي. أوكي شباب، ما بدك كل هالسرعة يعني كل هالعجقة بالشغل، خليكن برواء وبإحساس قوي، وهذا هو كل المطلوب. أوكي شباب، هذا كان فيديو اليوم بخصوص لون العميانة. مثل ما قلت لكم هو عزف لمواويل، ما له علاقة بالأغاني أبدا. الأغاني عادي نفس المنطقة شو بيشتغلوا أغاني فينا نشتغل عليه نفس اللون. أوكي شباب، هذا كان كل شيء اليوم. كان معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. ما تنسونا باللايك والشير والكومنت، يلي بيحب يطلب شيء تكرم عيونكم. كان معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة، تحياتي لكم وإلى اللقاء.